فارس. كنت في مؤسسة صغيرة صنبر، التحقت بمؤسسة ديسيد عام 2001، الكائنة بالحيز سيدي سعيد بمكنس. جا عندي واحد من الدراري، وحاليا حنا كنا يعني كان كيثير انتباه ديالنا نظرا كنلقاو من عدم التواجد ديالهم داخل المؤسسة. لا بلوبار كنلقاو يعني في الفترات المسائية، فترات المسائية ما كيكونوش متواجدين داخل المؤسسة، وبالتالي يعني الدراري يعني تادك الطبيعة ديال الهضرة ديالهم والسلوك ديالهم داخل المؤسسة يعني ماشي طبيعي. حاولت ما يمكن تقرب منهم، ولكن رغم ذلك ما عمرو ولا صرحني حتى لواحد النهار وصرحني وقال، هضرت معه قلت له واخا هاد الناس داروا الكاتش نتفق معك. ديك الساعة حررت الشكاية، قلت له الشكاية، قلت له يبقى في هادشي بالكتمان سير. حررت الشكاية طلعتها نهار اثنين من السيد الوكيل العام في شهر تسعود، ديك الساعة كانت شي 28. طلعتها للسيد الوكيل العام بالمحكمة الاستئناف، قدمتها له. صبرنا حتى يعني اولا تضمست الشكاية، قلت للسيد الوالي ديال الجهة، قلت له انني راه رفعت الشكاية لدى الوكيل العام وها علاش وعلاش وعلاش ويعني وديك الساعة جيت لقيت، وبالتالي حنا كنتفاجئوا ان الشكاية يعني تضمست، وبالتالي حنا اتصلنا برئيسة جمعية مدقيش ولادي وقلنا وحكينا لها الظرفية ديالنا، وقلنا يعني وقلنا لها على أساس أن على أساس أن الدراري ها طردوا ها ما طردوا. فعلا جينا يعني قلنا لها، ديك الساعة هي تقدمت بالشكاية نهار 13 جنبير 2010، تقدمت الشكاية وطلبت بأنها تحرير الشكاية ويكون وتكون ديك الشكاية نصف ما بين هؤلاء النزلاء الذين هؤلاء الذين تعرضوا مثل هذا مثل هذا الأفعال المشينة، الأفعال اللي في حقيقة هني كتزعزع عرش الرحمن، وما في حقيقة هني تأثرت بهذا الشيء رغم أن كنلقى أن الناس اللي ما كناش كنتصوروا فيهم أن يتقدموا على هذه الأفعال، ولكن احنا كنقولوا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. تلقى راسي أنني كنت من ضمن القائمة ديال المطرودين اللي هو كما يخف يعني مازال يعني كيقول بأنني تجاوزت العمر ديالي سن 18 سنة، وحاليا مازال الناس اللي مديباسي لاج دو سبيتو مازال كيستافدوا من الخدمات ديال المؤسسة يعني. وهذا اللي خلاني داك المشكل اللي تعرضت له انا هو اللي فاش انا اللي لقي ربي، فاش انني دافعت على الدراري كنلقى انا راسي انا دابا حاليا في الشارع، وكنعيش دابا حاليا بالغرفه الجامعيه الاولى، ودابا حاليا انا كنمر واحد الظروف ليا صعبه جد جد صعبه يعني لا تتصور، وواحد الحاله ليا حاله يرثى لها. أنا اسمي أيوب، مواليد 1996، تزاديت في دار عجازة، دخلت الخيرية في 2001، وتم الطرد ديالي في 2010 في شهر تسعود 16 فيه. السبب ديال الطرد داروا لي في قرار الطرد شتم المربيين مع عدم احترام إدارة وعدم احترام وقت الدخول والخروج من المؤسسة. هو السبب هذا ما كاينش، والسبب الحقيقي هو أنني تعرضت للشذوذ الجنسي من طرف الناس ديال الجمعية اللي كيسيروها، وفاش اضطرينا دفعنا الشكاية في شهر تسعود
تما تمصات القضيه وجراو علينا كل واحد شنو داروا له السبب باش يتطرد. ملي تطردت من الخيريه الجمعيه ديال مكناس وانا عايش في الزنقه ما تندوش ما تناكلش مزيان حوايجي ما بقاوش ليا وقالت في الزنقه ما مرتاحش في قرايتي ما مرتاحش في حياتي اصلا ما قالش مع الدراري مرتاح معاهم كل ما خطره فين جالس مهم يتيم ما عندي حتى واحد اللي يعاني بي يوقف معايا ولا يساندني ولا يكون ليا بحال الاب ولا بحال الام حتى واحد ما كاين اللي تعاونني وعشت هكا في التهميش وفي الاحتقاء في الخيريه. انا سميتي ايوب تزاديت في 94 في شهر 7 في النهار 23 عقلت على راسي انني كنت عند مدام الزنابر تولت عندها في محمد الخامس فاش درت 3 سنين جات واحد السيده تبناتني انني ولدها دارتني على كنيت راجلها انني هذا من عائلتها بقيت معاها عطا الله واحد الوليد وديك الساعة درت 10 سنين وجات وحطتني في الخيرية درت 11 عام ولا تجي واحد الجمعية تدينا الشغلة جنسي تدينا نشطحو وتكرفصو علينا الخارجيين بالمكياج يديرونا تلبسونا كل شيء كانوا منظمين واحد السهرات كل جوج سيمان مور جوج سيمانات على الاقل في الشهر جوج سيمانات تكون ديك السهرات خدام مور داك الشيء فاش مشكينا الوكيل الملك لهذا البوليس جرى تقروا انهم يطردونا من الخيريه كانت وقعت لي ديك الحاله وانا معقد في نفسي ما كنتش ما تنحملش بنادم ما تنبغيش بنادم يتقرب مني حتى اللي تبغي يضحك معايا تنخاف من ما تنحملوش حتى اللي تبغيني ما تنكرهو وليت ما عرفتش شنو وليت نفضل حاشاك الحيوان على بنادم ما بقيتش نبغي هذا بنادم ما بقيتش نكرهو بسبب دوك الناس خلوني انني كثر منعقد من نفسي وليت عدواني معايا مع نفسي تندفزي مع نفسي كانوا تيستغلوني ما بين المدربين تيقولوا لي سير بركاك وشوف من هاد الناس شنو تيديروا ما بين المدربين واش يسرقوا كانوا تيجبدوا لي حتى المشاكل مع المدربين سميتي حكيم مواليد 1994 دخلت كنت عند الزنيبة فاش درت 10 سنين مشيت التحقت الخيرية 2001 ودابا وقف وصلت السن ديال 17 عام ودابا مهتديني لأن جيت تنقول تنسد لي بالحقيقة وتيقولوا لي إلا قلتي الحقيقة غادي إما نطردوك غادي نطردوك ولا غادي ندير لك شي حاجة وفوق ما وداو ليا مجلس تأديبي جيت نقول لهم بأن ضربتني واحد المدربة على هادشي اللي وقع للدراري فاش وقع هادشي جا رئيس تيشتم فيا وبدا تيسبني وبدا تيقول لي ولد الزنا ولد الحرام بعد هذاك الشيء مشى وقع التحريش من طرف حارس العام فاش وقع التحريش جات يضربني بالبنية وبالعصا كان يضربني وكان هذيك النهار كاين غادي نمشي عند الوكيلة باش غادي
تسمع غادي تسمع لينا داكشي اللي وقع الداي تماك. طلعنا نديرو وقفة احتجاجية وقفة احتجاجية لحقاش انا مهدد ولا هضرت تبقاو يضربوني ولا يسبوني يقولوا لي ولاد الزناقة ولاد الحرب. كان فاش هما فاش كانوا تهددوني كانوا تيقولوا لي انا كان رئيس النائب والحارس العام لحقاش هما اللي استدعتهم للمحكمة حنا دعيناهم درنا بهم شكاية. كانوا تيقولوا لي حنا ما غاديش نرحموك جيتي مشيتنا غادي نتهلاو فيك وما يكون عندك الخير ما جيتيش مشيتنا غادي نجريو عليك. سماك بديت متخوف قلت انا لا خرجت انا ما عندي لا مي لا با شنو غادي ندير الا خرجت للزنقه. سماك جاو عيطوا لي جاتني السيده قالوا لي انتيا غادي تجي تشهد غادي تجي نديرو معاك شويه شي جواب على هادشي اللي وقع الدراري داو معايا شي جواب. قالوا لي واش هادشي كان تيوقع قلت لهم انا كنت نشوفهم كانوا تيتهزو في الطوموبيل انا هادشي اللي شت وهادوك الناس اللي كانوا تيهزوهم كانوا تيديروا الحفلات داخل المؤسسه ولكن فاش يخرجوا انا ما عارف شنو كانوا تيديروا. كانوا هما بيهم بزاف منهم الكاتبه والرئيسه وهذاك والحارس العام كان فاش داز دزنا عن قاضي تحقق كان ديما تيقول لي انت يا الى 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 ما حمدتيش الله غادي نطردك تيقولها لي ديما وتيسبني هو الرئيس بدا تيخطي فيا قدام مقدمة الحومة كان تيقول لها ود الزناقة ود الحرمان ملقد لأن مشى تيكذب عليا تيقول له هذا راه ما مربيش وأنا ما درت له والو جيتي تنشهد بالحقيقة. تماك بدا هز معايا الحساب ما هز معايا عداوة. أنا سميتي عز الدين من مواليد 1991 شهر 1/16 تزاديت في محمد الخامس عند غيتا زنبر. يلا عند فاش بديت كنكبر شوية تحولت من مؤسسة غيتا زنبر لمؤسسة ديال سيدي سعيد في 2001 تما كملت مسار حياتي في نهار 25 شهر 11/2010 تم الطرد ديالي لحقاش قالوا لي عندك في التسجيل القانوني. هاد الناس هادو قبل كانوا كيديونا بالطوموبيلات لواحد الحفلات ماجينة يعني كانوا فيهم الناس اللي كانوا كنعرفوهم حنا كيجيو عندنا المؤسسة كيساهموا معنا في المؤسسة وما اللي تحرشوا بينا وما كانوا تيديروا حفلات باش كيجمعوا الفلوس علينا ولما حنا فاش رجعنا للخيريه ودرنا شكايل عند الوكيل الملك المسؤولين ديال الخيريه تبدلوا التعامل ديالهم تبدلوا الطريقه ديال التعامل ديالهم ما بيناتنا. رغم السيد الوليد تعاطف معنا وعطانا هذه الغرفه الجامعيه يعني هاد الغرفة الجامعية راه عندها واحد الوقت محدد فيه كتسد في شهر 6 وحنا كنطالبوا بالناس بالمحسنين باش يعاونونا لأن واخا حنايا عايشين في هاد الغرفة راه حنا محتاجين بزاف د الحوايج محتاجين فلوس الحمام فلوس باش نحسنو فلوس باش نتكساو فلوس باش نركبو يلا نمشيو للمدارس ديالنا فين غادي نقراو خاصنا بزاف د الحوايج وكنطالبوا حنا للرأي العام باش يتعاون معنا ويشوف الظروف ديالنا لان حنا راه صافي بقينا كنفكروا حنا من شهر 6 من موراها شنو فين غادي نمشيو ما عندنا فين غادي نمشيو كنطلبوا من الناس يتعاونوا معنا ويتعاطفوا معنا. ما كان كمي وما كان يعني ما منحرفش الحمد لله وحاليا كنطلبوا منكم على ان هاد الناس راه محتاجين لكم
ومحتاجين بزاف 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 واحد يد المساعده، وكيطلبوا على ان فعاليات المجتمع المدني انه يحدوا المجهودات ديالهم ويحاربوا هذه الظاهره ويحاربوا هاد الناس اللي هما منعدمين الضمير منعدمين المسؤوليه باش يديروا لهاد الاطفال بعض هاد الافعال اللي هي ماشينا. وني في حقيقة هاد الدراري راهما ابناؤكم وحنا رحنا ابناؤكم يعني، وفلدات اكبادكم يعني. من الواجب علينا انكم، من الواجب عليكم انكم يعني تحميونا. وشكرا. هادو خوتي تربوا معايا وعاشوا معايا، اليوم طردوهم، انا غدا غادي يطردوني. تنطلب من المجتمع المدني والرأي العام يوقف معنا.